اشترى بدلة كاراتيه وبلش يلعب برجليه وربط الحزام الأسود من غير ما يتردد بينط هون وهون وهون من الصالي للصالون بيصرخ زي جاكي شان مفكر حاله باليابان عملته امتى هاد شو اللي صاير يا اولاد انا شكلي قاعد بحلم ابدا ما رح تتعلم عقابك حيكون عسير لا تتعلم هذا يصير قوم ورتب هالفوضى حتى نصفح ونرضى رح سجلك بنادي خاص لا تلعب مع باقي الناس